القطاع المدني مركز 23 مدينه انخل. نقوم بالتعاون مع مجلس مدينه انخل المحلي لتنظيف الشوارع واغلاق كافه الحفر المؤديه لاثار الدمار الواقع في مدينه انخل. المجلس المحلي قمنا ببعض اعمال تنظيف الشوارع، بعض اعمال قطاع النظافه ومنها تنظيف الشوارع بالتعاون مع الدفاع المدني في مدينه انكل. ونشكر الدفاع المدني على الجهود المبذوله في هذا العمل المبارك لهذا اليوم. Thank you.